صباح النور. مرضيتش اصحيك. عمي الظاهر نزل. نزل راح فين؟ بابا. الو، انت فين يا بابا؟ في طريق بس اللي نزلت تجيبه. طب يا حبيبي ما تتاخرش، مستنيينك. مش عاجبه يا سيدي الفطار اللي في التلاجة؟ تشرب شاي بلبن؟ لا، اشرب قهوة من غير لبن. وانا مسافر كان في حد بيجي للمدام؟ اصل لا. ولا لا اتكلم. الشاب كان بيجي ياخدها ويوديها. حسام. اهلا وسهلا. دلوقتي وعاوز تدافع عنها وتطلعها براءة. والله يا فندم انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس مراجعة ظروف القضية تخلي الواحد يلتمس العذر للمدام سناء. مفيش اعذار لواحدة قتلت جوزها واعترفت بكده. يا فندم حضرتك اطلعت على كل اوراق القضية وشفت قد ايه ان مدام سناء اتعذبت، وبعدين اللي اسمه جمال ده كان شخص مش طبيعي، ده دمرها بالادوية اللي كان بيديها لها، ده غير ان هو تقريبا قتل الامومة فيها. واظن بقى ان شهادة طبيبها الخاص والتقرير اللي وصل من نقابة الاطباء في اسكندرية زي ما كانوا سبب في ادانتها ممكن برضو يبقى سبب في براءتها. ازاي بقى؟ سيادتك احنا كنا محتاجين نعرف الدافع اللي خلى مدام سناء تقتل جوزها، ولقينا الدافع ده في تقرير نقابة الاطباء وشهادة طبيبها الخاص. تمام. الدافع ده احنا ممكن نستخدمه دلوقتي لصالح المتهمة. وتفتكر ان ده يكفي؟ تدمير جمال لحياة ست زي دي كان لازم يدفعها للانتقام، ده غير انها قتلته دفاعا عن نفسها. ومين بقى هيثبت يا استاذ احمد ان هي قتلته دفاعا عن نفسها؟ انا هدور على اسباب تانية، واكيد اكيد هلاقي سبب يخفف عنها الحكم بالاعدام. ايوه، بس يا ريت ما تعملش زي المحامين التانيين وتعتمد على اسباب شكليه. قصدي حضرتك الاجراءات. اجراءات القضيه دي بالذات بقى سليمه 100%، والتسجيلات اللي تمت فيها تمت بمعرفتي. يعني ما تضيعش وقتك وتحاول تدور على اي غلطه في محاضر الشرطه او النيابه. انا فعلا مش هعمل كده ومش هضيع وقتي. انا هدور على خيط جديد. المهم دلوقتي ان مدام سناء توافق ان اكون المحامي بتاعها. ملك يا استاذ حسام. تعبان شوية، ما تخليش حد يدخل عليا وما تحاوليش تليفونات لحد ما اقولك. حاضر. انا اسفة قوي مش خايفة.
لازم ادخل. ايه اللي ما ينفعش؟ بقول لك هدخل يعني هدخل. يا استاذ هو عنده اجتماع دلوقتي. اجتماع ايه؟ اوعى من طريقي. ما ينفعش الحركة دي تعملها. لا لا ينفع نص. لا يصح يا انسه. يصح نص كمان. سيبينا لوحدنا يا سوسن. انت ازاي تجرؤ تدخل مكتبي انت وهو؟ فضلت على بره. طب استنى استنى بس لو سمحت واهدى عشان اقدر اتفاهم معاك. مفيش تفاهم بيني وبينك، وبنتك انا طلقتها. اتفضل خد الافندي ده واخرجوا بره. لو سمحت اديني فرصه اكمل كلامي. انا نزلت الصبح عشان اجيب فطار. برافو. سبت بنتك مع راجل غريب في شقه لوحدهم علشان تجيب لهم فطار. مش بقول لك راجل محترم يا استاذ؟ احنا جايين نفهمك ان انا انا مانيش عايز اتفاهم معاكم. اذا سمحت لي انت انسان غير متحضر. انا سبت لكم يا اخويا التحضر، خليكم انتوا اللي متحضرين. يلا اتفضل اطلع بره. بره انت هو. بره يا اخويا. ايوه يا ست نوى. لا ابدا، انا قمت الصبح لقيت نفسي تعبانه شويه. لا دكتور ايه؟ لا قاعده لوحدي، ما افتكرش ان اقدر اجي. طيب يا ست نوى، مع السلامه.